لنتحدث معا. آمل أن تكون مرجانة بخير. الحديث عن أولئك الرهبان. ألا يجب أن يكون هذا؟ عدت في الوقت المناسب تماماً. شكراً لك. تحركوا كثيراً وأنهكوا قواي. جراحك خطيرة. لدينا اعتبارات أهم. سمعت كلامهم قبل أن يعثروا علي. ملك اللصوص هو من أمر بقتل والدي، هو أمر الآن بقتلي. ماذا يريد منك؟ يعرف أن لدي علماً بكهفهم، ولم تنتهي مهمتهم بعد قتل والدي، لأني لا أزال على قيد الحياة. يعلم أنه لن ينعم بلحظة سلام وأنا حية، ولن أنعم بالسلام أيضاً ما دام هو حياً. دم والدي معلق في رقبتي. إذن علينا مطاردته أولاً. لا، لن أطلب منك المزيد. ما زال علي أن أعطيك أجرك. لا أحب أن أترك مهمة دون إنهائها. يمكننا التحدث عن الأجر بعدما ننتهي. سأذهب معك. لا، دعيني أمضي قدما. ادفني والدك ثم ابحثي عني. مهلا. عثرت على هذه بين أغراض والدي. افتح يا سمسم. كلمة السر يمكن أن تكون مفتاحاً لما أراد والدي العثور عليه. مخبأهم الحقيقي المغارة. شكراً أيها المستتر، سأقابلك هناك. حان وقت نزولك عن العرش يا ملك اللصوص. سأعثر عليك. اذهب يا مستتر، سأعثر عليك ما أن أتعافى.